وصل فصل الشتاء وانطلق موسم التخييم. كل شيء تحت سقف واحد تحتاجه للتخييم موجود هون في الـ A&H. كل أنواع الخيام، كل أنواع السليبينج باجز، كل ما تحتاجه للتخييم وكراسي كذلك موجود هون. مش بس هيك، الموضوع مش بس هون، حتى لما تروح للتخييم أنت بتحتاج تشب نار، بتحتاج أدوات الشوي، صح؟ كل شيء موجود أيضا في هذا المكان، قسم كامل مكمل، أدوات الشوي، النار، الآيس بوكس هون. هل محبي السباحة بيفكروا أنه نسيناهم من هذه التغطية؟ إلكم مكان كذلك تحت هذا المكان يا جماعة، قسم خاص للسباحة والسباحين، قوارب، لايف جاكيتس، أدوات سباحة، ملابس، أحذية، كل ما تجده كل ما تريده موجود أيضا هنا في الـ A&H. لو أخذنا جولة داخل المكان حتى سنارات صيد، كل شيء يختص بالماء هون موجود. أدوات التزحلق والسكيتنج أيضا مكان وقسم خاص هون، كبار وصغار، أشكال وألوان، أحذية وبوردز، كله كذلك تحت سقف واحد، متواجد في قسم كامل وكبير هون. كذلك في ألعاب متواجدة هنا زي ما بنشوف النططيات الخاصة بالأطفال أيضا والأولاد، ممكن تحطها في الحوش أو تحطها داخل البيت على حسب حجمها، أيضا موجودة هون. كل ما يضرب بمضرب برضو موجود هون يا جماعة. بنتكلم عن التنس الأرضي أو التنس، تنس الطاولة أو كذلك كرة الريشة أو الكريكت كذلك، كل شيء في مكان واحد موجود، سواء الكرات أو المضارب.